بينما نحن ننعم بالأمان والراحة، هناك أبطال وجنود مجهولون نذروا أنفسهم خدمة لأوطانهم، فكانوا الشمعة التي تحترق لتنير دروب الفخر والاعتزاز. هذا وقام مركز الأخبار بزيارة مختبرات الصحة العامة بوزارة الصحة في 4 فجرا لوثق لحظة من لحظات كثيرة يقدم فيها أبناء الوطن كل شيء من أجل الوطن. مختبرات الصحة العامة هي المختبرات المعتمدة لفحص فيروس الكورونا COVID-19. الطاقة الاستيعابية للمختبر بلغت 3500 تحليل في اليوم الواحد. يعمل المختبر على مدار 24 ساعة. تقوم عملية الفحص على تقنية حديثة تسمى بتقنية البوليمريز تشين رياكشن PCR. هذه التقنية تعد من أحدث التقنيات العالمية الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية لفحص هذا الفيروس. مختبر الصحة العامة المجهر الذي لا ينام، حيث لا مجال للخطأ أو نقص في الأداء. تقدرون تعتمدون علينا في إجراء الفحوصات، بس إحنا نعتمد عليكم في اتباع التعليمات.